مرحبا بكم، عندي درك 15 سنة وأنا نبيع في الحمل المعيز طرف الطريق. يقصدوها الناس مليحة للشحمة في الدم، يقصدوها ما فيها الشحمة، حلوة الماكلة، سارحة في الغابة، تأكل الريحان، تأكل الترتيق، تأكل كلهم دواء دواء. يسكي قدا قسنطينة عنابة، كل واحد منين يجي وعاد يعرفوني. دوك أنا 15 سنة وأنا هنا، يعرفوني من كل بلاصة. أنا من تمالوس، سما جيت الحمد المعيز مدمن عليه، مليح الكوليسترول، مليح كلش صحية، المليح ياكل ماكلة طبيعية، سما غابة، سما الله يبارك. سما موسيني، سما الناس دي فاكر يروح لقسنطينة ولا روح سطيف ولا برج باريريج ولا ندي لهم، سما ناس سبيسيال المعيز ندي لهم منه يعني، شغل كلية كبيرة الله يبارك. أنا من الميليان دائما تردوا على الطريق هذه من اجل ما، من اجل كما يقولوا الحم تاع المعيز، المعيز تاع الغابه، تسرح في الغابه. من صحيا خير من البقري هذاك اللي تاع فينيسيو نخاله ومنه كلش. الله يبارك لك، شوف بعينك او الغاشيه. مدمن نقول لك صراحه، مدمن عليها. انا جيت سبيسيالمون ليها باش نشريها ونروح، وشريت وراني رايح. خصيصا ليها نيجي سبيسيال. عندك تريحة هنا تلقى من قسنطينة، تلقى من بارتو. جولي أنا من ميلا، أذبح قدامنا تبان حاجة نظيفة، ربي أجره إن شاء الله. كده جيت خصيصا لهنا موالف فاصون، هذا أنا كليون عنده، موالف نجي هنا نشري لحم المعيز. كوم أنا ما ناكلش لحم البقري والغلمي، ما ناكلهاش، ناكل غير المعيز. نشري من عنده، نشري لحم المعيز ب 120 وما نروحش نشري الدجاج ب 40000. على الاقل، على الاقل ناكل حاجه صحيه. اسم الحمل المعيز على حياني تكسبها انا بريميرمون عندي لاغوت، لاغوت النقرس بالعربيه كما يقولوا له. ما تساعدنيش اللحوم كامله الحمراء. وهذه نورمال المعيز؟ انا نورمال دوكا بالتجربه، بالتجربه انا كي ناكلها، كي ناكل اللحم البقري ليه ليه النتيجة تبان، وكينا كل المعيز نورمال عادي عادي عادي. وشني المعيز بيان سور، الواحد كي يشري المعيز يعرف منين يشري، يشري المعيز تاع الغابة، ما غاش راح يشري بنادم مقروس كي اللي يقرصوه في كوري كيما هكذا، ما تكونش اللحم تاع مفيدة للصحة كيما اللحم هذا اللي يسرح في الغابة ناتيرال هذا، والمعزات تاعهم يسرحوا ليه، يروح ياكم واحد يذبحوا لك صافي بليزير. الملاحظ ان اصبحنا نخرجوا هكذا لبرا، نخرجوا من المدن كاش ما نلقاو الشيء اللي حي صح. والحمد لله جينا لعند السيد بلا ما نعرفوه، مطلوب منه يساعد المواطنين. المعيز، المعيز ما شاء الله ما تعرفوش من الخروف، انا نشوف فيه عجبني حبست معاه. ان شاء الله نولي يعني قصدوا الناس المعيز هذه يعني. والله هذه يعني بكري كانوا ما يحوسوش على المعز، هي هذه وسائل التواصل هذه صبحت عندها دور. تقول اعطت لها قيمه غذائيه، بل قيمه غذائيه، وهي نورمالمون الحيوان ما بده عايش في الباديه هكذا او كامل مفيد.